السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، في استعراض للإعلان الأول للحلقة 28 من مسلسل طائر الرفراف. Evimden hemen defol git. Tokata rağmen elimi uzatıyorum sana. Gel. كما رأينا في الإعلان فكاظم ضرب فريد بقوة وأوقعه وصيرا أمام خيارين، إما الاستسلام لجحيم والدها والعيش في كابوس أو الذهاب مع فريد الذي لا تثق فيه، فماذا ستختار يا ترى؟ نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.